عندك تلات رجالة في الأبراج يهربوا من البنت لو كانت رومانسية، وش فقر بعيد عنك، هاتوا الشاي أو القهوة ويلا بينا. أهلا بقى لز ناس في الدنيا، يا ريت اللي مشتركش اشترك عشان يتابع معانا كالعادة. معانا تلات رجال بالترتيب، سريع البديهة اللي يقدر يتوقع يبتدي يشتغل بقى ويقول لنا مين هما، أو تحديدا مين الأول. اول الرجال دي اللي في المركز الثالث هو رجل الجد الحديدي، ملناش تقل على الرومانسية قوي، يصل احيانا ان يشوف البنت الرومانسية قوي تافهة يقول لك لا 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 سيبك من دي ما تنفعنيش. مش بقول لكم وش فقر بعيد عنكم؟ هيجي حد يقول لي يا عم ازاي ده الجدي في بنات رومانسية جدا بتتوافق معاه؟ اقول لك يا عزيز التوافق ما بيتبنيش على صفة واحدة بس، المعاناة في النقطة دي، بس ممكن صفات تانية الدنيا كويسة. قبل ما نوصل للتاني يا ريت تشرفونا وتخبطوا اللايك المتين. في التاني معذب الملايين، رجل الدلو الهوائي، اه طبعا لازم يجي. الراجل ده تقريبا ناسي ان في حاجة اصلا اسمها رومانسية، ولو اتظاهر ان هو رومانسي بيمثل. لو قاعد قدامي دلوقتي وبيقول لا غلط الكلام ده انا رومانسي، برجك مضروب يا معلم. غير كده بقى ممكن يبقى حالة استثنائية. نصيحة مهمة جدا، البنت اللي بترتبط برجل الجدي او رجل الدلو تخف على قد ما تقدر من الرومانسية، على الاقل بينها وبينه. يعني خف الكلام شوية عن الدباديب، خفوا الكلام عن الدباديب شوية، بشكل عام يزعجهم البنت الرومانسية بشكل كبير. الاول بقى مين توقعه وخبط اللايك المتين؟ اوعوا تنسوا تخبطوا اللايك المتين. رجل العذراء الترابي، اشد الرجال انجاز التعبير، اللي ما بيحبش البنت الرومانسية خالص اطلاقا. طب لو هو باين منه عكس كده، او بيقول على امل تتغير، تعرف تفهم اغيرها كده، او حاجة تانية فيها ممكن تبقى عجباه، انما رومانسية ما تجيش ما تمشيش. حتى تلاحظ في الرجالة دي لو جابت هدية للي مرتبطة بيها ما بتجيبش هدايا رومانسية، وان جابت هدايا رومانسية ما بتبقاش مقتنعة بيها. قلب معاك لو انت رومانسية ومرتبطة براجل من الرجال دي في الحتة دي. رأيكم في الحلقة بقى اكتبوا لنا تعليق كده يدل وينم عن اللي جواكم، وانتوا تحت بالمرة اخبطوا اللايك المتين، واللي بيسأل على الاستشارات الخاصة في رقم للحجز يقدر يتواصل معايا شخصيا. مواقعنا، روابطنا، لايفاتنا، عندنا لايف الليلة بأمر الله على صفحة الفيسبوك، كل ده في التعليقات. ياريت تشرفونا، وإلى اللقاء.